يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ويشهد طقس غدا الجمعة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد خلال ساعات الليل والصباح الباكر طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأحياء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة بإذن الله. نبدأ هذا التوقع من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 والجو فيها حار. في الأسكندرية 33-25 الجو فيها أيضا حار. في مطروح 31-24 والجو حار. في بورسعيد 34-26 والجو حار. في الإسماعيلية 38-26 والجو فيها أيضا حار. بالنسبة لمحافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة والصغرى 25 والجو فيها أيضا حار. في العريش 34-25 والجو فيها حار. في طابة 37-26 والجو أيضا فيها حار. في شرم الشيخ 42-30 والجو فيها شديد الحرارة. وفي الغردقة 39-29 والجو أيضا شديد الحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 28 والجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 45 درجة والصغرى 30 والجو شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-26 والجو أيضا شديد الحرارة. في حلايب 36-29 والجو حار. وأخيرا في حلايب 40-31 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.